بهالكان ضبوعي ورا بهال إلى ذا أما درواجنا حديث جاء وورنا يا أبو داود يا الترمذي نسائي بن ماجه وحنبي صلى الله عليه وسلم يحل أكل الضبع ورا بهال ونديسه ويبرنا أنت وحكى له النبي قال له ويدي حديث يا غوي محرم كا وحي لي هو سيد ويجعل فيه كبش جساده المحرم وقال المحرم غاي هاتو وقال صدو داين مركا ون جزيس يا هيو بحيل ايو هذا ورابه مكاننا مسوى كوك هلا حمد قال بالا ورملا كين ماها هو كوك هلا فوق هذا هو يسكو خلافين إمام أحمد يا إمام الشافعي وحي كتاجين إنه حلال هي عنيتان كيسو ولما إمام الشافعي يقول ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير ضدكو وعني شرين صفية مروة يا حرم كان دي سال لقوي يبين شرين أيضا عدي إذا يساجرين كاوي يهي أين أركينو يا هل كان لقوي عني إمام مالك وكره وكراهه أيو لي يهي أبو حنيف وكره يسقوح لي يهي وربه القوة حاران لأنه حسو قال يا كل ذي ناب من السبع بها القصة أمعي وكوع الله يتمره أيو سو قال يا دي أول قبلنا يتعلق دي ديقاتو قبلك يا مركا ومعي ذا سو لي يهي يمد حاملك حديدك أيو لي يهي وبها لا سو سو قال يهي قريان قال أبو حي لي يمي حديدك سواج شراء والنبي وكو حالانتي نبي يمدك صامعي ووحمود دلاله لكن وخاصو دي ورابيه معيك السهرة هذه نبي صلى الله عليه وسلم ايه كسور ربينه يسوى حلالي هاي كسور ربينه امام الأوزاعي ايه وحو يلي كان العلماء بالشام علماء الشام وحايا يعدونها من السلع بهلها ايه كترين كرين ايه بهلها بعيدة ودقوع الله يتبع ايه علماء الشام وحايا كترين كرين ويكرمون اكلها عليد هذا نوع نعيشين ابن قدامة مركا وحيدين وهو القياس توانا صدق قياس كابون مركا اللي باعه ياري معدك يا بلدي كراين واجنو ديس نقول هذا سوكة ترسية هيو توانا ظهر كان بعيدا حارس طارق إلا أما اتباع السنة أولى ابن قدامة لكن سنة الله فاعه أيها كم بدا قياس كاسو مركا دون نبي حديثة كاسو قناتي بها الكائن لعوني كارو ديس سنة أيها الله فاعيا يا بالك هذا حمد هوانا وهلا نبي يا هذا بالا دو بالك يا بالك اللي نواري هم كم مجال دي ما بس كنا حقا ذي يعني وربالك بالك هاي ذي قبض نبي